ربنا بيقول وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وكان يقول سيدنا المسيح عيسى ابن مريم عليه السلام حب الدنيا أصل كل خطيئة، يعني التعلق بالدنيا بيجعل الآخرة دايما هينة في القلب، رأس كل خطيئة، أصل كل ذنب، مدار كل شر. شوفوا ربنا سبحانه وتعالى إزاي بيعبر في القرآن عن خطورة تعلق القلب لما يقول واضرب لهم مثل الحياة الدنيا. الحياة الدنيا دي كلها عبارة عن إيه؟ كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. الهشيم هو الزرع الناشف اليابس اللي ممكن أي شوية ريح تطيره في أي لحظة، هي دي الدنيا. ويقول ربنا سبحانه وتعالى اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وكان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله من فتنة الدنيا، فروى الإمام البخاري في الصحيح من حديث سيدنا عمرو بن ميمون إنه كان بيقول كان سعد بن أبي وقاص يعلم بنيه هؤلاء الكلمات. سيدنا سعد كان بيحفظ ولاده الحديث ده زي ما بيحفظ الأستاذ الطلبة سور القرآن في الكتاب. فكان يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ منهن دبر كل صلاة، وكان يقول اللهم إني أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. مرة سيدنا رسول الله كان قاعد مع الصحابة وبيسألهم سؤال غريب، بيقول لهم إذا فتحت عليكم فارس والروم أي قوم أنتم؟ يعني هتعملوا إيه لو ربنا سبحانه وتعالى فتح عليكم بلاد فارس والروم؟ فسيدنا عبد الرحمن بن عوف يقول نقول كما أمرنا الله. فقال له سيدنا رسول الله أو غير ذلك؟ يعني اللي هيحصل غير ذلك. فيقول الحبيب تتنافسون ثم تتحاسدون ثم تتدابرون ثم تتباغضون تكرهوا بعض ثم تنطلقون في مساكين المهاجرين فتجعلون بعضهم على رقاب بعض. النبي بيسأل الصحابة وهم لسه ضعفاء في مكة، تفتكروا لو فتحت ليكم بلاد فارس والروم أكبر إمبراطوريات العالم وأصبحت تحت قيادتكم وملككم، تفتكروا إيه اللي هيحصل ليكم أو لذريتكم؟ النبي بيقول لهم هتبدأوا تتنافسوا وبعدها هتحسدوا بعض وهتبدأ كل أمراض القلوب تظهر، ثم تتدابرون يعني تبعدوا عن بعض، ثم تتباغضون يعني هتكرهوا بعض، وبعد كل ده هتخلي مساكين المهاجرين أولياء وأمراء على بعض فتبدأ تستاد العداوة بينهم. ليه كل ده يا رسول الله؟ بسبب الدنيا، بسبب الملك والمنافسة. ومرة سيدنا